إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، بنحيي وبنرحب بكل مشاهدينا، مشاهدي القناة الأولى المصرية، مشاهدي الفضائية المصرية، ومشاهدي قناة أون، مرحبا بالجميع. اليوم هو الحلقة المخصصة للرد على أسئلة السادة المشاهدين اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، بنتلقى عليها كل الأسئلة اللي حضراتكم بترسلونا بيها. احنا بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء، بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، وبناخد مجموعة من أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام اللي بتكون ظاهرة، وحضراتكم بتتواصلوا معنا على الهواء مباشرة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها على صفحتنا، وبيكون الرد يعني فيه إسهاب وليس فيه اختصار، وكمان بنعرض يوم الأربع كتابنا، كتاب قلوب عامرة. معنا أول سؤال النهاردة، أم كريمة بتقول: عندي طفل 5 سنين بيعاني من موضوع التنمر بسبب الأذن البارزة، وعايزين نعمله عملية لأنه بجد بقى عنده عقدة من الخروج من البيت بسبب الموضوع ده، ومش عارفين العملية دي حرام ولا حلال، بالله عليكي ردي علي ضروري جدا. حاضر. نسأل الله التيسير والتوفيق. قبل ما أرد لازم أنبه على إنه التنمر على الغير هو سلوك غير أخلاقي، وهو أمر مرفوض طبعا تماما يعني، ويرفضه الشرع الشريف، لأن ده بيعد من أنواع الأذى المحرم، إنك تأذي الإنسان بكلمة، تتريق عليه، تسخر منه، فده من الأذى المحرم. وبيتنافى في نفس الوقت التنمر أو أن أنا أأذي الناس بكلمة أو التريق على حد، بيتنافى مع تعليم الإسلام الحنيف اللي كلها بتدعو إلى حسن الخلق ومكارم الأخلاق، وأن احنا نتعامل مع بعض برحمة وبرفق مع الآخرين. وربنا علمنا سبحانه وتعالى في سورة الأدب، سورة الحجرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالآية واضحة في إن اللي بيرتكب أي محظور من مما ذكرت الآية الكريمة هو واقع في الظلم، ظلم نفسه بظلم غيره، إنه هو يؤذي الآخرين بكلمة لا تجوز من مؤمن إنه يقولها أو يطلقها على أخيه المؤمن. هو الحقيقة مش بيشتم، وده بيشتم نفسه، لأن المؤمنين كان جسد الواحد. شوف، يقول: ولا تلمزوا أنفسكم
مع انك انت الفعل ده متعدي بيه على الغير، بتعتدي بيه على الغير، لكن حقيقة المؤمن كالجسد الواحد. فانت لما تشتم مؤمن اخر كمن شتم نفسه. هذه الآية بتعبيراتها البلاغية الراقية تنبه المؤمنين إلى ضرورة صيانة اللسان، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والإضرار. فعلمنا لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم. لذا فالتنمر ده أمر محرم شرعا ويجب الامتناع عنه، وكمان معاقبة اللي بيمارسوا مع الناس يتعاقب بما يردعه عن هذا الفعل السيء. أما بقى بالنسبة للسؤال تحديدا اللي حضرتك تفضلتي بيه عن حكم عمليات التجميل التجميلية، أو حكم العمليات إجراء العمليات التجميلية لإزالة عيب بيسبب حرج نفسي للإنسان، الفتوى على إن إجراء العمليات التجميلية اللي بتهدف إلى إزالة عيب بيتضايق منه الإنسان في خلقته، أو تشوه، أو إصلاح أضرار ناتجة عن حادث أو مرض، كل ده بيندرج تحت الجواز الشرعي، إنه ده أمر جائز شرعا، خاصة إذا كان العيب ده بيسبب لصاحبه حرج نفسي أو اجتماعي بين الناس، عامل له كده إيه ما بيسلمش من إن الناس تحملق النظر فيه، في ناس تانية ما تبتدي تتريق أو تسخر منه، فبالتالي من حقه إن هو يزيل هذا العيب من منطلق لا ضرر ولا ضرار ومن منطلق أشياء كثيرة. الشرط الأساسي بس هو إنه يكون الغرض من العملية التجميلية لإزالة هذا العيب تحسين الحالة الصحية أو النفسية للشخص. طيب دليلنا الشرعي، الدليل إنه الإسلام بيراعي الحالة النفسية للإنسان والاجتماعية كمان، ودايما يحثنا الإسلام الحنيف على التخفيف من الأذى أو الضرر اللي ربما بيتعرض له الإنسان، سواء كان الضرر ده نفسي أو جسدي. وعندنا قاعدة شرعية كبرى بضرورة رفع الضرر، الضرر يزال إذا في ضرر واقع ومترتب عليه أذى نفسي واجتماعي واضح ويؤثر على مشاركة الإنسان ويؤثر على انخراط الإنسان في المجتمع، فأنا عندي ضرر يسبب ذلك، هذه القاعدة تقول الضرر يزال. طبعا القاعدة الشرعية دي مستنبطة من نصوص الوحي الشريف، الضرر يزال سواء في مرتبة الضرر ده وضعه في مرتبة الأمور الضرورية أو الحاجية بمعنى التحسينية. الحاجة أحيانا بتنزل منزلة الضرورة، ولا شك إن الجراحة التجميلية عشان نزيل عيب بيسبب حرج نفسي أو اجتماعي بتعتبر من هذا النوع من الحاجات الملحة، اللي هي الحاجة اللي بتنزل منزلة الضرورة. وثبت وحكينا قبل كده القصة دي إن الصحابي عرفة ابن أسعد أصيب بأنفه في غزوة أحد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه باتخاذ أنف من فضة، فالأنف لما خدها أنتن عملت ريحة معاه، فأمروا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده إنه يتخذ أنف من ذهب، لأنه هذا المعدن مش هيسبب له الريحة، ويكمل هذا الفضة بضرر اللي هو أنتن يعني تسببت في وجود رائحة. وده كما رواه الإمام أبو داود في السنن، وبناء على ما سبق يعني ده بيدل على جواز التداوي، جواز إجراء العمليات التجميلية لتحسين الحالة الصحية والنفسية للإنسان، بشرط طبعا السلامة الطبية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. سؤال الثاني اللي معانا، هل قراءة سورة الواقعة تمنع الفقر؟ يعني عايز يتبين من هذا الأمر. الحقيقة أنه وردت عدة أحاديث في بيان فضل سورة الواقعة، لكن هو الحقيقة معظم هذه الأحاديث من ضعيف، يعني معظم هذه الأحاديث كما تتبعها علماء الحديث فوجدوها معظم هذه الأحاديث اللي جاية فيها ضعيف. من أشهر الأحاديث في فضل سورة الواقعة ما ورد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة، يعني لم يصبه فقر.
لكن الحقيقة هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان والإمام الطبراني في الأوسط وغيرهم، وهو حديث ضعفه عدد من العلماء. يعني إيه ضعفه؟ يعني تتبعوا وحققوا هذا الحديث فشافوا إنه ضعيف وقالوا إنه ضعيف الإسناد، السلسلة بتاعته فيها ضعف. والمقرر لما بيقابلنا حديث ضعيف هل إحنا بنتجاهله تماما؟ لا، المقرر إنه بيجوز العمل بالحديث الضعيف لكن بمجموعة من الشروط المهمة. أول الشروط دي إن يكون الحديث ده جاي في فضائل الأعمال، يعني حاجات أنت بتعملها تاخد فيها يعني ثواب، وفي فضائل الأعمال لتحث على العمل الصالح. وبيشترط إنه طبعا إن يكون العمل بالحديث الضعيف مقتصر على فضائل الأعمال زي الأذكار، يعني الأدعية، قراءة القرآن. العلماء يقيدوا الحديث الضعيف بأنه يكون في فضائل الأعمال، يعني مش في العقائد، مش جاي في الأحكام الشرعية. الشرط الثاني اللي قالوا إن احنا ممكن نعمل بيه الحديث الضعيف ألا يكون شديد الضعف، المرتبة بتاعته مش شديدة قوي في الضعف، فيجب أن يكون الحديث ضعيف غير شديد الضعف، زي الأحاديث اللي بتحتوي على، لأن الأحاديث اللي هي شديدة الضعف دي بقى فيها رواه كذابين أو متهمين بالكذب، ففي الحالة دي ما ينفعش أن احنا نعمل بها كما أشار وبين ووضح السادة العلماء. الشرط الثالث أن يكون لهذا الحديث أصل في الشريعة بيندرج تحته بحيث لا يتعارض مع نصوص أخرى صحيحة. النهاردة أنت القرآن كتاب مبارك، فأنت خذ من القرآن ما شئت لما شئت، فإن قرأت سورة الواقعة وجاء فيها حديث بأن من يواظب عليها بكل ليلة تقيه الفاقة، عموم القرآن بركة، فإذا أنت خدت من القرآن سورة بنية كذا أو كذا فإن شاء الله تندرج تحت عموم بركة القرآن الكريم، وهذا معنى الأصل اللي بيندرج تحت. الشرط الرابع في أن احنا ممكن نعمل بالحديث الضعيف بهذه الشروط، الشرط الرابع اللي ذكره العلماء ألا يعتقد، يعني ألا يعتقد عند العمل به أنه ثابت، هو عارف أنه الحديث ضعيف لكن هو يعمل به من باب إيه؟ الرجاء في فضل الله تعالى ورحمته. وعلى هذا وبهذه الشروط اللي ذكرها العلماء يجوز لي العمل بالحديث الوارد في فضل سورة الواقعة، لأن القرآن زي ما قلنا لحضراتكم كله كتاب مبارك فيه شفاء ونور وهدى ورحمة للمؤمنين والمؤمنات. طبعا إذا الإنسان بيدعو الله سعة الرزق وبيسأل الله بالقرآن الكريم، يسأل الله ويقرأ سورة كسورة الواقعة، مش معناها يقعد بقى في البيت كده ما يشتغلش، لا، لابد من ضرورة السعي عشان لتحصيل. ربنا أقام الدنيا على الأسباب، ناخد بالأسباب، وانت بتاخد بتدعو وبتعمل بما ورد في السنة من الحاجات اللي بتعين، بتفتح للإنسان أو بتعطي له مفاتيح التيسير، فأنت بتقرأ سورة الواقعة، بتقرأ القرآن وتدعي بعده إن ربنا يوسع عليك، وأنا بسعى، أنا بذكر وبسعى وأدعو الله تعالى وباخد بجميع الأسباب مع القراءة والدعاء وتمام التوكل على الله تعالى الحي القيوم. ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا
واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. كان في سؤال جالنا في حلقة الهوى واحنا أرجعنا للحلقة المسجلة، كانت الأستاذة نغم بتسأل عن من هم أصحاب الأعراف. الحقيقة أنه كلمة الأعراف وردت مرتين في القرآن الكريم في سورة الأعراف، الآيتين اللي جم 46 ل 48، حيث قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. صدق الله العظيم. كلمة الأعراف في لغة العرب هي جمع لكلمة عرف، والمقصود بيها بالعرف يعني المكان العالي المرتفع، وكأن المكان العالي المرتفع ده بيحجز حاجز كده بين شيئين، ومعنى ده المعنى بتاعه في اللغة. طب معناه في الشرع انه مكان مرتفع بين الجنة والنار، يبقى الأعراف مكان مرتفع بين الجنة والنار، وكأنه زي الايه، زي السور المضروب ما بينهم، كأنه سور ما بين الجنة والنار، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. أما المراد بأصحاب الأعراف، اختلف العلماء في تعيينهم مين دول، يعني للعلماء أقوال فيها، إلا أنه أكتر أهل العلم ذهبوا إلى أن الأرجح من كل أقوال العلماء اللي حاولت تعين وتفهم مين دول أصحاب الأعراف، أرجح الأقوال دي هو القول بأن أصحاب الأعراف دول قوم استوت الحسنات بتاعتهم وسيئتهم، وده القول اللي رجحه كتير من أهل العلم والتحقيق. قال الإمام ابن كثير: واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم مين دول، وكلها قريبة ترجع إلى قول واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. وبعدين نص على كده حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف، شافوا إنه معنى الأعراف هذا المعنى. والإمام البيهقي قال إنه ذهب بعضهم إلى ترجيح القول بأن أهل الأعراف دول قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار وقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة. واللي حقيقة اللي عليه أهل التحقيق إن أصحاب الأعراف ناجون يوم القيامة، هم أهل نجاة يوم القيامة بمحض الفضل الإلهي والمنة الربانية، إنه مش بسبب يعني إن هم هيستحقوا يخشوا الجنة أو هيستحقوا يكونوا أهل نجاة،
إنما بمحض الرحمة الإلهية تشملهم رحمة المولى سبحانه وتعالى بعد أن يحبسوا على الأعراف مدة لا يعلمها إلا الله. يعني السور ده اللي مضروب أو هذا المكان اللي هو سور ومرتفع بين الجنة وبين النار، هما يحبسوا عليه فترة أو مدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يقول الله لهم سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقد يكون برضو دخولهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. هنسيب حضراتكم مع كتابنا، كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتابنا، كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح سورة النبأ. النهاردة إن شاء الله الشباب الحلوين هيصححوا معايا ويقروا الآيات اللي تم تصحيحها الحلقة الماضية. بنذكر بأن الرواية التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. يلا يا حلوين، مين اللي هيقرأ بقى؟ احنا صححنا المرة اللي فاتت. يا مريم عايزة تبتدي؟ نستعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا ابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. ليه مديت زيادة كده يا مريم؟ أنا مش محتاجة أمد كتير كده، هي مد طبيعي. نفتكر المد الطبيعي، حروف المد كم حرف؟ ثلاث حروف. الألف والواو والياء، قبل الواو مضموم وقبل الياء مكسور، ومدة اللي بمدها المد الطبيعي حركتين، بعد واحد اتنين أو على إيد. خلاص ما مدش بقى زيادة كده يا مريم. يلا. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. يلا يا آدم. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون للحسابا تاني إنهم معلش اتلغى ده ولا يهمك إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا أحسنت وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا جميل ف
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يلا يا زهراء. إن جهنم كانت مرصادا. خلي بالك الهوا ما يطلعش من الأنف. نو نو نو، ده تدريب، الإنسان يتدرب. يا زهراء قرايتك حلو، فالإنسان يتدرب عشان إيه؟ يجود في القراءة أكتر، الأخطاء يتلافاها. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا احنا بنقصر، أحقابا. احنا قايلين احنا لسه بنذاكر الساده المشاهدين بان القراءه الروايه اللي بنقرا بيها روايه رواية حفص عن حفص عن عاصم عاصم بقصر بقصر المنفصل، المنفصل. الطريق بتاعنا في القرايه كده، ما بنمدش المنفصل، احنا بنقصره. المنفصل اللي هو معناه ايه؟ ان حرف المد في كلمه والهمزه في كلمه تانية، بيكون حرف المد في نهايه الكلمه الاولى والهمزه بداية الكلمة التي تليها، زي فيها أحقابة، إنه عندنا الألف المادية هنا وراها همزة أحقابة، فأنا عندي المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، إحنا في الرواية اللي بنقرأ فيها بنقصر، فنلتزم الطريقة اللي إحنا متعلمينها، لأن ده في النهاية إيه؟ علم. قولي يا زهراء. لابثين فيها أحقابا لا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا كمل يا شروق. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا مش فلن فضو، فذو فذو فذوقوا فلن نزيدكم فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. طب انت ايه الخطأ اللي وقعتي فيه؟ دلوقتي اه إلا لا، الادغام، الادغام اللي فلن نزيدكم، لن اخرها ايه؟ نون. عندكم ايه في المصحف؟ ايه النون؟ ساكنه، ساكنه مع يعني ايه ساكنه؟ يعني عشان لا ما لهاش فتحه حرف. ولا ضمه ولا، فاكرين وانتوا لسه كتاكيت صغننين اول ما ابتدينا قلنا نون غلبانه ولا فتحه ولا ضمه ولا كسره، كبرتوا بقى شويه فنقول يعني ايه ساكنه؟ الحرف الساكن الذي اللي هو الغير مشكول، معلهوش فتحة ولا ضمة ولا كسر، ساكن. فلن نزيدكم، انت كلتيها، ده الحكم بتاعها، نضغمها. يلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. احسنتي. يلا يا صرصورة. إن جهنم كانت مرصادا الراء مش حلوة. لا مرصادا مش هعمل لها صوت. مرصادة، مرو. مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. همشيها لك يا سارة بس هي عايزة تدريب. برو برو، قولوا معايا برو 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 برو. لا يذوقون، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. كده سارة، كمل يا عبد الله. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. يبقى هنا الآيات بتوضح استحقاقهم العذاب لأنهم كذبوا بآيات الله، بالرسل اللي ربنا أرسلها وبالكتب اللي ربنا أنزلها وبالمعاني اللي في الوحي،
لم يستعملوا العقل الاستعمال الرشيد بان هم يفكروا في ايات الله. ادانا عقل وادانا ايات الوحي عشان الانسان يفكر انه اللي عامل كل ده حد زينا، لا، الخالق العظيم. فالانسان يؤمن ويذعن، لكن كل اللي ربنا ساقه من الادله والايات والحجج على انه لا اله الا الله هم كذبوا بيه. فربنا بيقول استحقوا العذاب جزاء وفاقا. ليه؟ انهم كانوا لا يرجون حساب، ينكروا الحساب وكذبوا بآياتنا. يبقى كانوا من اهل الايه؟ التكذيب. وربنا احصى عليهم كل شيء مكتوب، وكل شيء احصيناه كتاب. كمل يا عبد الله. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هو أنا كنت حابة يا عبد الله أني ما مشيش على رتم واحد، ألون صوتي شوية في الأداء التعبيري للآيات. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا مشاهدينا الكرام. برضو في سؤال من الأسئلة اللي جالنا على الهواء مباشرة، وإحنا أجلنا للحلقة المسجلة عشان ياخد وقته. أخت فاضلة بتقول: ما هي دلالة ذكر رقم 40 أكتر من مرة بالقرآن الكريم؟ هو رقم 40 أو ورد ذكر رقم 40 في القرآن الكريم في ثلاث مواضع. في جاء في بيان مدة مكث سيدنا موسى عليه السلام في الطور، قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وقال أيضا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وبرضو في بيان مدة التيه لبني إسرائيل، قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض. وفي بيان بلوغ، اللي هو الموضع أيضا اللي وردت فيه، في بيان بلوغ الأشد ودعاء الإنسان عند بلوغه سن 40، الله تعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. السر في الرقم 40 كما اجتهد في فهم ذلك أهل التفسير، إنه ليه دلالات خاصة في النصوص والأحوال الشرعية. منه أو منها إنه يعني في العمر،
يعني مثلا وقت نضوج الفكر والعقل للإنسان. النبي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث وهو في سن 40، وهي السن اللي بيعتبر فيها الإنسان قد نضج فكريا وعقليا. كما إن هذا الرقم رقم 40 في الزمن والمدة نفسها، مدة 40 دي بتدي معنى في التدرج في التعلم والتلقي، زي ما ده حصل مع سيدنا موسى عليه السلام، لأنه قضى 40 يوم في الطور اتعبد وكده عشان يتلقى، يبقى مؤهل بعد كده لتلقي الألواح والتعلم من الله تعالى. ده بيدينا رمزية أو بيرمز إلى أهمية التدرج في التعلم والتلقي، وإن هذه المدة اللي هي مقدرة بأربعين يوم أو ليلة لها أثر مهم في ذلك. برضو إنه هذا الرقم بيعد مدة في التربية، يعني يعد رقم معتبر في التربية وإعادة التأهيل. وذكر العلماء إن مدة 40 بتعتبر مدة زمنية كافية لتغيير الإنسان أو اعتياد الإنسان على بعض العادات المعينة أو إعداده لأمر مهم. وقريب من هذا الحديث، هذا المعنى يعني الحديث الشريف الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني قاعد 40 يوم مواظب على إنه يروح المسجد ويصلي الجماعة في المسجد، ومش بقى داخل بعد الركعة الأولى والتانية، لا ده يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يا سلام، فهنا جاء في الحديث ذكر 40، يعني الحديث ده بيشير إلى برضو هذه المدة الزمنية المحددة وهي 40 يوم، إنها مؤثرة في الاستمرارية والثبات على عبادة معينة أو عادة جديدة نافعة. اللي عايز يدرب نفسه على حاجة عشان يواظب عليها يلتزم في بداية الأمر 40 يوم ده، بعد كده هياخد على كده، يعني دول كافلين يدربوه. بتعتاد على عادة نافعة، عبادة أنت عايز تلتزم بيها، التزم 40 يوم. وبناء على ما سبق وفي نوع من الاختصار بنقول إن الرقم 40 في القرآن الكريم والنصوص الشرعية له دلالات تربوية وروحية بتدل على النضج، الكمال، التغيير، إعادة التكوين، إعادة التأهيل، المحافظة على الأمور النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفقهنا وأنه يعلمنا وأنه يزدنا علما وأنه يهب لنا من لدنه سبحانه وتعالى علما. اللهم آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه يا مولانا في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد
في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.